السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريم علي وإنت بتتفرج على برنامج فكر تاني. بس أنا يعني لو قلتلكوا أكثر من 1000 رسالة يومية عن موضوع جرثومة المعدة مش هتصدقوني. الموضوع بقى مستفز لي أنا كشخص، أنا ككريم اتضايقت من هذا المخلوق العجيب. فدخلت الحلقة دي ما كانتش في الحسبان، ما كانتش في دماغي، ما كانتش في جدول حلقاتي، بس لازم إن شاء الله أخلص على هذه الجرثومة النهاردة بإذن الله. أنا هخلص على المشكلة دي عند ملايين الناس. هنطلع من رمضان بدون جرثومة المعدة. يمكن هتلاقوني هاد النهاردة مش مهايبر، واخدها واحدة واحدة، عشان الموضوع فعلا خطير، مكسر حياة ناس كتير وبيؤدي إلى السرطان في الآخر من اللي بيعمله في المعدة. هنفهم إيه جرثومة المعدة وكل الطرق المتاحة والممكنة إن إحنا نتخلص منها نهائيا. أنا كريم علي ونتقابل بعد الفاصل. يلا بينا يلا بينا. اهلا بيكو. الجرثومة دي جات لك ليه؟ ليه انا من دون الناس؟ عندك حمض المعدة ضعيف. لو عندك حمض المعدة قوي الاول الجرثومة غيرها وابن عمها وابن خالتها وجميع الجراثيم وكل البكتيريا اول ما تنزل المعدة بتتحرق من الحمض. حمض درجته واحد يعني حارق. فبدام حضرتك بتاخد مضادات حموضة، بدام حضرتك بتاخد ماء قلوي، بدام حضرتك بتاخد صوديوم او بيكربونات صوديوم، بدام حضرتك بتاخد اي ادوية لتقليل حموضة المعدة، حمض معدك باظ. فالجرثومة دي جت وعششت فيك. حاجة تانية بتقلل حمض المعدة ومحدش بياخد باله منها، الحاجات اللي احنا بناخدها مكملات. يعني الكالسيوم بناخده مكملات. لو طلع كالسيوم، في كالسيوم سيتريت وكالسيوم كربونيت وكالسيوم في حاجات انواع الكالسيوم كتير، انما الكالسيوم كربونيت بيبوظ لك حمض المعده فتقل. بناخد مغنيسيوم، المغنيسيوم اشكال وانواع، انما المغنيسيوم اوكسيد بيبوظ حمض المعده. فخلي بالك لما تاخد كالسيوم ما تاخدش كالسيوم كربونيت. اقرا كده على العلبه ايه نوع الكالسيوم ده. ده نوعه كربونيت؟ لا، ده بيبوظ حمض المعده. ايه نوع المغنيسيوم ده؟ مغنيسيوم اوكسيد. ده لا، ده بيبوظ حمض المعدة. ناخد نوع تاني افضل. الجرثومة دي دخلت ما لقيتش حمض معدة، جت من اكل، جت من زوجتك، جت من يعني بتيجي بالكونتاكت مع عن طريق البق. فجت ما لقيتش حمض معدة، قامت عملت ايه؟ قامت دخلت في الغشاء المخاطي بتاعك. ادي المعدة وفيها غشاء مخاطي، دخلت خرمت يعني عملت خرم كده ودخلت عاشت في الايه؟ في تحت المخاط. تسكت وتستهدى بالله؟ لا، تطلع حاجة اسمها أمونيا. هي عندها انزيم بيحول اليوريا اللي في المعدة اسمه يوريز، مش مهم. المهم يعني بتعمل أمونيا. الأمونيا ده مركب البي اتش بتاعته قلويته 12 او 11. تخيل حمض المعدة اللي هو واحد لما يبقى ضعيف، فدي تقوم منزلة شيء قلوي 11 عليه، فدمرت لك حمض المعدة تماما، ما بقاش عندك حمض معدة. يعني ايه يا دكتور للناس اللي مش متابعين فكر تاني واول مرة يتفرجوا عليا؟ طبعا حبايبنا اللي متابعيني فاهمين الكلام ده. المهم حمض المعدة مش عندك يعني ايه؟ البروتين لما ينزل ما يتهضمش كويس. الانزيم اللي بيهضم البروتين اسمه بيبسين ما بيفرزش بدل ما فيش حمض معدة. المعادن اللي بتنزل معدتك البوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت واليود والزنك، كل الحاجات دي كلها ما تمتصش بدل ما فيش حمض معدة. لو انت عندك بكتيريا او جرثومة جاتلك ما ايه؟ ما تموتش عشان ما عندكش حمض معدة. عرفت بقى الليلة دي كلها ليه؟ ازيدك شعر بيت. بدام الاكل منزل مش مهضوم كويس بينزل على الامعاء، يبوظ الامعاء تحت ويعمل لي حاجه اسمها ليكي جت، او يبوظ الامعاء فيعمل لك الجلوتين، حساسيه الجلوتين، يعمل لك حساسيه اللبن، يعمل لك الامراض المناعيه، الثيرويد تبوظ، الغده الفوق كلويه تبوظ، البنكرياس يبوظ، يجي لك سيستميك لوبس، يجي لك كل الامراض المناعيه. اساسه
ان حمض المعدة ناقص بسبب الجرثومة. فهمت الليلة دي كلها؟ ازيدكم بيت بقى، في حاجة اسمها سيليكا. السيليكا دي مهمة جدا لجسمك، هي اللي بتعمل الكولاجين اللي في وشك واللي في عظمك واللي في عضلاتك واللي في الجوينت اللي هي المفاصل بتاعتك. السيليكا دي بتعمل ايه؟ بتربط حاجات اسمها جلوكوزامين وكوندرتين اللي بيكون المفاصل، هي الروابط بينهم. طب السيليكا دي نجيبها منين؟ موجودة في الاكل، بس لو ما فيش حمض معدة ما تتحولش من سيليكا لأورثوسيالك أسيد، فما يبقاش عندكش سيليكا في الجسم. عرفت اللي عنده جرثومة معدة او حموضة واطية بيعجز بدري ليه؟ عرفته اللي عندوش حموضة معدة ركبه بتطقطق ويجيله روماتيزم ويجيله هشاشة عظام ليه؟ لان السيليكا مش موجودة، لان ما فيش حمض المعدة. وصلت مصيبة ان مفيش عندك حمض معدة؟ السبب اللي بعد كده ليه يا رب؟ جات للجرثومة لان عندك استرس، ضغط عصبي. لو في ضغط عصبي عالي الادرينالين بيخلص، والادرينالين من الجسم بكميات يعني بسيطة كده سبب اساس ان حمض المعدة يفرز. فلو الادرينالين قل خالص، لو الغدة الكظرية وقعت وما بيشتغلش كويس، مش هيبقى عندك الدفعة اللي تخلي حمض المعدة يبقى كويس وقوي. عرفت صورة البداية بتاعت الجرثومة والمصايب اللي حصلت في الجسم ليه؟ عشان جرثومة المعدة قللت الحمض، او انت اصلا حمض المعدة عندك قليل. السبب اللي بعد كده ليه ما عنديش حمض معدة كويس؟ لو انت ما عندكش بوتاسيوم، ما عندكش مغنيسيوم، ما بتاخدش زنك، عندك فيتامين B6 ناقص، او فيتامين B12 ناقص، او فوليك اسيد ناقص، الحاجات دي كلها بتساعد حمض المعدة يبقى قوي. فلو عندك نقص الفيتامينات، ما بتاكلش مكسرات، ما بتاكلش خضروات، ما بتاكلش لحوم، ما بتاكلش منتجات حيوانية، الفيتامينات دي قلت فما فيش، ما جاش حمض. اسمع بقى اللي هقوله ده، لما الحمض يقل وتبتدي تاكل الحاجات دي مفيش حمض، الحاجات دي ما تتهضمش. النقطة دي مهمة قوي، ركزوا معايا، ركزوا. يعني انا مثلا الايه، الزنك مثلا، انا ما اكلتش زنك فقام حمض المعدة قل. طب انا حبيت اكل يا دكتور زنك دلوقتي، الزنك عشان يتهضم لازم له حمض معدة، فانت حتى لو خدت الزنك دلوقتي لازم حمض المعدة يرجع قوي تاني عشان يتهضم. يعني هم بيتهضموا بالحمض ويقوموا عاملين الحمض، يتهضموا بالحمض ويعملوا الحمض. شفت الدايرة؟ مفيش حمض او الحاجات دي نقصت، مفيش حمض، حتى لو خدت الحاجات دي مش هتشتغل، لازم حمض المعدة يشتغل عشان كل المشاكل دي ايه، تتحل. دي نقطة مهمة جدا، انت كده فهمت اللي بيحصل. النقطة الاخيرة اللي هتكلم عليها قبل العلاج، الميكروب اللعين ده الجرثومة، هو يا ريته عنده غشاء واحد، ده عنده غشائين، غشاء واحد وغشاء اتنين. كل المضادات الحيوية بتخترق الغشاء الاولاني وتقوم رده من التاني، تطلع من الجرثومة، تطلع المعدة تاني او تطلع الدم تاني او تطلع واتيفر هي فين. فهو عنده غشائين، عشان كده المضادات الحيوية ما بتشتغلش. العيانين اللي بيقولي كلهم جربنا المضادات الحيوية 100 مرة وما اشتغلتش ليه؟ لان ما بتعديش الاتنين، بتعدي غشاء واحد من الغشائين اللي عند الجرثومة دي. ندخل بقى في العلاج بكل قوة. قبل ما ادخل على العلاج، احنا داخلين حرب، كريم علي يا اولاد هيحارب الايه؟ الجرثومة. هتجهز لجسمك لمدة اسبوع، هتنام كويس، هتمنع القهوة، هتمنع السكريات، هتمنع اللبن، مش الالبان، اللبن، وتمنع اي حاجة فيها جلوتين، اي اللي هو العيش، عيش الشوفان عشان الافينين، عيش القمح، عيش الشعير، كل الحاجات دي خالص تتمنع عشان نجهز جسمنا، نقلل الالتهابات في الجسم قوي، نقوي المناعة بالنوم وعدم الاسترس وعدم شرب القهوة وعدم الاكل الغير صحي من السكريات السكريات والجلوتينات واللبن. ونبتدي بعد اسبوع انا هبتدي الحرب على الجرثومة. خدوا عندكم خط خط بمنتهى الدقة ومنتهى يعني الواحدة واحدة على الناس. الخط الاول، عارفين ليه صعبة؟ عشان هي مستخبية في المخاط. فانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز الاول حاجة تزود لي حاجات حموضة المعدة. وخلي بالكم مهم قوي، مش هقول حاجات تزود حمض المعدة دلوقتي لان ممكن يكون جات لك قرح. فاللي عنده قرحة غير اللي عنده الحمض قليل، الحمض قليل نزوده، بس مادام جالك قرحة ما ينفعش ازود الحمض، القرحة هتزيد. فانا خليني همشي واحدة واحدة واقولك ازاي الحاجات دي نحل مشكلة، حتى لو انت عندك الحموضة قلت خالص والمعدة تعبت خالص. اول حاجة زيت جوز الهند او زبدة جوز الهند،
فيها حاجة اسمها لوريك أسيد، قاتل للبكتيريا والفطريات وجرثومة المعدة، رصاص. يعني عارفين الرصاصة دي؟ رصاصة موجهة لرأس جرثومة المعدة. يبقى هنجيب جوز هند، وياريت يبقى عضوي، الزبدة بتاعته معلقة كبيرة الصبح ومعلقة كبيرة بالليل لمدة شهر. ده الخط الأول. الخط الثاني المستكة، ميستيك جم، الساحرة القاتل للبكتيريا الحلزونية. الميستيك دي فيها منها ألوان، كل ما كان أبيض كل ما كان أكثر نقاء كل ما كان أقوى. أعمل بها الميستيكة دي معلقة كبيرة، وحطها في مية ساقعة مش مية سخنة عشان بتقل مادة الفعالة اللي فيها. أحطها في مية ساقعة بالليل، والصبح أشرب المية دي أول ما أصحى. مثلا أحط الثلاث كوبايات، كل كوباية 12 ساعة أقوم شارب. لازم تقعد 12 ساعة في مية ساقعة وبعدين أشربها على معدة فاضية. عندك البرشام ميستيك جم اللي حطيت لكم صورته، خد 3 مرات في اليوم لمدة شهر، أو الشرب المية مية المستكة دي لمدة شهر. أدي تاني خط مهم جدا. عايزين نزود قوة المستكة، العرقسوس. العرقسوس بيضاعف قوة المستكة. ليه؟ لأن بيفتح لها أماكن في قلب البكتيريا، يعني يقوم فاتح البكتيريا تقوم المستك جم، مش هي تفتح، هي تدخل تقتل على طول. العرقسوس الجذور بتاعته، احط لكم صوره العرقسوس، يا تغليه وتشربه زي الشاي مرتين وثلاثه، او تقرقشه، يعني تحطه في بقك كده طول اليوم عمال تاكل. بتعمل ايه يا حبيبي؟ بموت البكتيريا. بتاكل خشب يا ابني؟ لا لا، ده انا بموت البكتيريا. تمام. يبقى العرقسوس مع المستك جم، خلي طول الوقت عندك عرقسوس في معدتك، بس عندك ضغط مالكش دعوة بالعرقسوس، عندك سكر مالكش دعوة بالعرقسوس، عندك مشاكل في البوتاسيوم وأمراض كلية مالكش دعوة بالعرقسوس. اللهم هل بلغت؟ في حاجات كتير هقولها وكلهم مع بعض، اللي يقدر يجيب العشر علاجات يجيبهم ما بيتعرضوش. يبقى أول حاجة الكوكونات أويل، تاني حاجة المستكة، تالت حاجة المساعد الجميل بتاعها العرقسوس أو الليكو رايس. الخط اللي بعد كده ومن أهم الخطوط ولازم تتصرفوا تجيبوه، حاجة اسمها سلفورا فين، مادة قاتلة للجرثومة. بتطلع منين يا دكتور؟ بتطلع من البروكلي. طب البروكلي الكمية بتاعته صغيرة، أقول لكم حاجة، فيها 20 ضعف السلفورا فين عن البروكلي الجميل ده. براعم البروكلي أهو أهو. ده أكل غدا وعشاء. أنا بقيت حاسس زي الدحيح، بطلع أكل في الحلقة. براعم البروكولي دي دوروا، بتقولوا مش موجودة، أنا فتحت اليوتيوب لقيت 50 واحد كيف تصنع براعم البروكولي، كيف تصنع براعم القمح. دي قاتلة، 20 ضعف المادة الفعالة عن البروكلي. طبعا انت هتاكل بروكلي للنهار، وهتبقى حياتك بروكلي، وعايش بروكلي، ونايم بروكلي، ونايم في حضنك على البروكلي. انما ده براعم البروكلي دي سلطة، طول ما انت ماشي وجاي في بقك، طول ما انت ماشي براعم بروكلي. بتخلص في خلال اسبوعين، بتخلص الرثومة اللي في المعدة، وبتخلص على البكتيريا الضارة اللي في الجهاز الهضمي كله. هذه ولا بلاش، هاكلها بعدين. وصلت براعم البروكلي لا غنى عنها في العلاج. يا تشتروها جاهزه لو انتوا في اوروبا، او في بلادنا العربيه اصنعوها، هاتوا البذور وحطوها في شويه ميه، في خلال اسبوع هتطلع الايه؟ البراعم. بعد كده عصير الكرنب. عارفين الكرنب؟ تجيب تحطه، مش يعني تغليه حبه خفيفه عشان يبقى طري، وبعدين تاخده تقطعه حتت صغيره وتضربه في الخلاط، وطول ما انت ماشي، او بلاش انت ماشي، كل يوم الصبح كوبايه كبيره تشرب عصير الكرنب. ايه الكرنب ده بيعمل ايه؟ بيعالج لك التهابات المعده، بيعالج لك الطبقة اللي باظت، طبقة المخاط اللي بوظها البيبل بالقلوية اللي هو عملها، بتتصلح تاني بعصير الكرنب. بالكرنب وعتصفيه يعني بالورق، يعني بالورق اللي فيه في الخلاط، وتضرب عصير كرنب يعني صبح وليل مرتين ثلاثة، مرة ثلاثة أربعة. النهاردة أنا بتكلم على إيه؟ على مواد من الطبيعة، فما فيهاش سمية، مش مثلا
البرشام او مضاد حيوي يقول لك ليه سميه ده بروكلي وجوز هند ومستكة، اضرب يابا طول ما انت قاعد على قد ما تقدر ما فيهاش مشاكل. يبقى الخط اللي بعد كده عصير الكروم لازم على معده فاضيه وما بيموتش البكتيريا، بس بيصلح اللي البكتيريا عملته مع الحاجات التانية، حاجات بتقتل وحاجات بتصلح جدار المعده. الحاجه اللي بعد كده عاوزين انتي اوكسيدنت، عايزين نقوي مناعه المعده ومناعه الجسم. الشاي الاخضر مرتين ثلاثه في اليوم، ويا سلام لو انت تقدر تجيب مورينجا، هي شبه طعمها شبه الملوخية معلش بس استحمله، فظيعة. ازاي يا دكتور؟ يوم شاي اخضر ويوم مورينجا، يوم شاي اخضر ويوم مورينجا. ما عندكش مورينجا، شاي اخضر كل يوم على الاقل مرة من غير سكر، شاي تحط ستيفيا ممكن لو انت عاوز. تمام. اللي بعد كده الزنجبيل، الجينجر الساحر وموجود في كل حتة ورخيص. بيعمل ايه الساحر العظيم ده بقى؟ اول حاجة بيروح يموت البكتيريا كده، يروح يدخل يموت البكتيريا بس كده، لا ده بيزود طبقة المخاط يتخنها. عصير الكرنب يصلح اللي باظ، والجنزبيل يزود مخاط المعدة يخليه أتخن وأكثر قوة وأكثر يعني حماية للمعدة من الحمض اللي إيه اللي هيبتدي يفرز بزيادة بعد كده لما المعدة ترجع تتصلح تاني. ده بيموت البكتيريا الضارة كلها بس كده، لا ده بيساعد على نمو البكتيريا النافعة في نفس الوقت. شو عمركم شفت والجنزبيل او الجينجر بيعمل ايه؟ يموت الوحش ويغذي البكتيريا النافعة. سحر. قاعد جنبير تشرب شاي جنبير وانت ماشي، وانت رايح تديها جنبير بس بلاش على معدة فاضية عشان هو تقيل شوية بعد الاكل. يعني مرة شاي مرة مورينجا مرة الشاي، الشاي الجنبير سوري الجنبير ده بالروماني اللي هو الجنزبيل بالعربي. تمام. نروح للخط اللي بعد. زيت الاوريجانو. الاوريجانو ده احنا بنجيب عند بنعمله بتحطه على الاكل وحطه على المكرونات وفي المطاعم الايطالي. الاوريجانو انت تجيب زيت الاوريجانو عشان في ماده اسمها كارفا كرول. بتعمل ايه بقى الماده دي؟ بتوقف تكاثر البكتيريا اللي هي الجرثومه. يعني يقول يعني والله العظيم ما انت جايبه عيال تاني، خلاص هقطع نسل اللي جابوكي حضرتك. هو ده زيت الاورجانو. تحط 3 4 5 نقط على كوبايه ميه دافيه وتدي زيت اورجانو بعد الاكل او قبل النوم، هيهديك وهيموت البكتيريا دي. يعني مش بيموتها، هيمنع تكاثرها خلاص. يبقى مفيش جديد، حاجات بتقتل وحاجات بتضعف وحاجات ايه بتمنع تكاثرها عشان نقطعها خالص. بعد كده فيتامين سي 2 جرام فيتامين، ما حدش يقول لك الجرعه دي كبيره، يعني ماذا اقول، 2 جرام يا ريس من فيتامين سي. فيتامين سي بيعمل ايه؟ فيتامين سي بيزود مناعة الجسم، ويا ريتها بيزود مناعة الجسم بس، ده بيزود المناعة جوه المخاط. انتوا عارفين مشكلة المضادات الحيوية غير ان البكتيريا فيها خطين ما تقدرش تعديهم مستخبية في المخاط فالدم ما بيوصلش لجوه. اللي بيعلى في المخاط بقى ويزود المناعة جوه المخاط فيتامين سي، بس بشرط فيتامين سي دوز عالية. فالاكل مش هيجيبه معاك، مش هتاكل لي 30 40 50 برتقانة كل يوم عشان تجيب لي 2 جرام فيتامين سي. فتاخد فيتامين سي محترم من اصل يعني مكتوب عليه ان هو من نباتات او من الجذور مش مصنع، تاخد 2 جرام كل يوم لمدة شهر، هيزود المناعة جوه المخاط، ودي احد العوامل اللي هتسرع في موت البكتيريا الضارة. حاجة برضو هنستخدمها في المدافع الرشاشة اللي احنا بنضربها دي اللي هو الكركم. الكركم هتحطه على كل اكلك لان الكركم انتي بكتيريا المهمة قوي، بيموت البكتيريا وبيموت الفيروسات. الكركم لازم يتحط عليه شوية فلفل اسود، حطه على اي اكل، حطه على لبن جوز الهند دافي واشربه، اسمه جولدن ميلك، حلو جدا. مرتين ثلاثة الكركم بيساعد الجنزبيل وبيساعد المناعة وبيضعف البكتيريا اللي هي جوه المعدة. ده الكركم. النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها أوبشن، هو مش ضروري لكل الناس بس اللي يقدر يجيبه، حاجة اسمه مانوكا هاني، عسل المانوكا، عسل مركز جدا غالبا بيجي من نيوزيلندا، فيه كمية مضادات حيوية غير طبيعية. بس عندك سكر تنسى المانوكا لأن السكر بتاعه عالي جدا، هو على فكرة غالي جدا. فلو تقدر تجيب المانوكا وانت ما عندكش سكر، لو معلقة الصبح، في ناس كتيرة قوي خافت على المانوكا هاني بس، خد كل يوم معلقة الصبح مانوكا، معلقة كبيرة مانوكا هاني، بعد 15 يوم جات له بقت نيجاتيف النتيجة. فهو قوي قوي ومؤثر قوي بس ما ينفعش مع مرضى السكر
ونادر وغالي، فعشان كده انا حطه اخر واحد. دي الحاجات اللي هنستخدمها كلها، او اللي تقدر تستخدمه، او اللي تقدر تعمل يعني كل اللاينز دي او الخطوط دي اللي تقدر تستخدمها استخدمها مع بعض لمدة شهر. بعد شهر وحللت التحليل ان شاء الله هيطلع نيجاتيف ومش هيجي لك تاني. بعد شهرين تبتدي تصلح حمض المعدة تماما. ازاي؟ تبتدي تاخد خل تفاح معلقة صغيرة كوباية مية كبيرة، تبتدي تاخد زنك 50 ميلي جرام كل يوم، تبتدي تبعد عن اي حاجة تخلي مضادات حموضة او صوديوم بيكربونات صوديوم او اي مشروبات فيها القلوية عالية او اي حاجة تأثر على حموضة المعدة. حموضة المعدة روحك. شكرا لكم ان انتوا كملتوا معايا الحلقة. انا حاولت اخليها مركزة وهادفة ويعني بولت على طول عشان نحاول نتخلص من هذه الجرثومة اللعينة. استغل شهر رمضان، لو انا حاجة بتاخدها 3 مرات وما ينفعش في رمضان خدها بعد الفطار او قبل الفطار، وخدها مثلا على الساعة 10 وعند السحور، يعني اقسم التلاتة على فترة رمضان. شكرا لكم مرة تانية، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ارجوكم شاروا الحلقة على يعني على اوسع نطاق حتى نتخلص من هذه الجرثومة. شكرا ليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجمعتكم مباركة، وما تنسوش سورة الكهف. سلام عليكم، باي.